وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه واخباركم ايه؟ بجد وحشتوني كتير جدا جدا جدا. ومعانا النهارده مع حصه جديده من حصص التاسيس، مين متابع معانا؟ يلا بينا. اهلا بيكم معانا في الحصه بتاعتنا. قبل ما ابتدي معاكم، انا متشكره جدا جدا للناس اللي سالت عليا على الواتساب او على الفيسبوك او كده، وعشان بس كنت تعبانه شويه، البرد مش سايب حد، بس الحمد لله انا بقيت كويسه، والحمد لله بفضل الله وبفضل دعواتكم معايا. الحاجه الثانيه، ان شاء الله احنا كل يوم الساعه 10 الصبح بتنزل حصه التاسيس، اتفقنا؟ اتفقنا. النهارده معانا مع لونج اي، تمام؟ احنا عرفنا يعني ايه لونج المره اللي فاتت، ناسيين؟ لونج لونج يعني الحرف بيتنطق باسمه، يعني حرف الاي هنا هيقول اي اي اي. اول حاجه معايا، احنا عارفين ان حرف الاي في اخر الكلمه مش بيتنطق، صح؟ ايوه صح، ما عدا الكلمات دي يا اصحابي. قول ورايا، مي. ايه ده، حرف الاي في الاخر وبيتكلم؟ ايوه، ده كمان لونج، يعني بيتنطق كمان باسمه مش بيقول اه، تمام؟ مي وي هي بي شي. الخمس كلمات دول حرف الاي بيجي في الاخر وبيتنطق برضه، كمان بيتنطق ايه؟ لونج. يلا يا اصحابي، تاني حاله عندي من حالات اللونج اي، اما يكون عندي دبل اي تبقى اسمها اي 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 اي، زي الكلمات دي بي بي سين سين فيت فيت، تمام؟ ده لونج اي برضو يا اصحابي، تمام؟ عندي برضو اي 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 اي، برضو بتتقال اي 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 اي. سي، ما هو مش بنقولها سي، نو نو نو. سي هيت سيت، تمام؟ نقولهم تاني مع بعض، بي سين feet see heat seat. حاليا واحنا امتى هنكتب دبل اي واحنا بنتمنى كده؟ امتى هنكتب دبل اي وامتى هنكتب اي اي؟ ما انت مش بتحفظ كلمات وانت بتحفظ الكلمه، هتقدر تعلمها وتشوفها اذا كانت بالاي اي او بالاي اي، تمام؟ تعالوا كده هنشوف مع بعض حاجه. افرض ان انا قلت لك اكتب لي كلمه سي، ما انا عندي دي اسمها سي يعني يرى، وعندي دي برضه اسمها سي يعني بحر. هو انت تقصدي يعني فيهم يا حنين؟ انت تقصدي سي اللي هي يرى ولا سي اللي هي بحر؟ لو انا رسمت لك بحر يبقى انا اقصد دي، لو انا قلت لك يبقى انا اقصد دي طبعا، تمام كده يا اصحابي؟ عشان ما حدش يجي يتلخبط بينا كده ودخل والناس تدخلها بينا. تعالوا كده نشوف مع بعض حرف الواي، وكلمة كبيرة دايما نقولها اي اي. حرف الواي وكلمة كبيرة دايما نقولها اي اي. حرف الواي وكلمة كبيرة دايما نقولها اي اي، تمام؟ مش فاهمين حاجة، تمام. الكلمة لما يكون اخرها حرف واي، والكلمة دي تكون اكتر من ثلاث حروف، تمام؟ يعني كلمة كبيرة اكتر من ثلاث حروف، ماشي؟ يبقى حرف الواي هنقوله اي، سهله جدا. ما لو كلمه صغيره يا حنين هقولها لكم بقى الحصه الجايه ان شاء الله. بصوا، يعني لما يكون حرف الواي في اخر الكلمه والكلمه دي اكتر من ثلاث حروف بنقولها اي اي اي. كاندي 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 كاندي. و و ويندي ويندي ويندي. rainy rainy rainy. اتفقنا كده؟ حرف الواي والكلمة كبيرة دايما نقولها اي اي، متنسوهاش، ماشي؟ طيب، اما بيكون عندي اي اي بس في نص الكلمة، وكلمة برضه كبيرة أكتر من ثلاث حروف، ماشي؟ فين يا حنين اهي؟ يبقى احنا برضه بنقولها اي. حرف السي هنا هيتنطق عشان اخرها ايه بقى، فاهمه لكم الجزء ده بعدين. ها بيس بيس بيس. اي اي في النص اهو، اي اي في النص والكلمه كبيره، تمام؟ بيس. ده ليف بليف
believe believe. سهل خمس لونجي صح؟ يلا يا أصحابي، حرف الـ E في النص، حرف الـ E في الآخر، بس احنا مش بنقولها كده في الكورس، بنقولها إيه؟ E in the middle، E in the end، تاني، E in the middle، E in the end، يعني حرف الـ E بيكون في النص، وحرف الـ E بيكون في الآخر، فحرف الـ E اللي في النص ده هيبقى long، هيبقى E. E. بصراحة مش فاكرة الكلمات قوي، بس أنا قدامي كلمة واحدة اللي هي كلمة here here here. يا رب يا رب يا رب تكون حصة خفيفة كده عليكم، ويا رب تكون فهمتوا الدرس بتاعنا، وإن شاء الله أشوفكم في حصة جديدة بإذن الله في الحصة اللي جاية بإذن الله. ويا ريت يا ريت عايزة لايك يا جماعة، وعايزة شير للفيديو عشان السلسلة دي مهمة جدا جدا جدا، ولازم الناس تتابع معانا، أكبر قدر من الناس يتابعوا معانا، وما تنساش